هناك حياكم الله وبياكم أحبتي الكرام في برنامجنا المبارك إن شاء الله، برنامج نداء الإيمان، إلى عباد الرحمن وإلى أحباب الديان. هذه الآيات المباركات من سورة الأحزاب يمن الله تعالى على عباده أن نجاهم من كل كربة. وأحبتي، كثير ما نمر في هذه الحياة بمطبات ونواجه كثيرا من الأزمات، ولكن الله ينجينا منها ومن كل كربة تمر بنا. ولكن كثيرا من الناس من يجحد فضل الله تعالى عليه، حتى إذا أنجاه من مهلكته وأنقاذه من مطبه وبلائه إذا به يجحد ويقول أين نعم الله علي وأين فضل الله علي. وهذا من أعظم الجحود، أن الله تعالى ما زال يمدنا بالنعم، فكل ليلة وكل يوم يهتك سترا ويكسر عظما ويتلف حالا ويمسي العزيز ذليلا والذليل عزيزا. فكل يوم يمر عليك وقد سلمك الله من هذا البلاء فأنت في نعمة تستحق أن تشكره عليها. شكر الله تعالى عام، ولكن الله تعالى في هذه الآية، والمناسب كما في غيرها من الآيات، اذكروا نعم الله عليكم واذكروا فضل الله عليكم وفضله كثير، لكن الله تعالى أراد في هذه الآية المباركة أن يقول كما تذكر الله تعالى على العموم لابد أن تخصص في النعم المتجددة. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. نعم، العبرة كانت هنا كما أنزل الله تعالى في غزواته صلى الله عليه وسلم، يوم أن أنجاه الله تعالى كما هي معروف في غزوة الخندق، غزوة عجيبة كانت لها آثارها، وفي وقت الشدائد والمحنة، حتى أن أحد الصحابة أن أحدهم كان يخاف أن يذهب إلى قضاء حاجته لشدة إقبال العدو وكثرة عددهم وتآلب الناس وشدة ما مر بهم. يذكر الله لنا هذه الحالة، وأخي في الله هذه الحالة ربما تمر علي وعليك وعلى جميع المسلمين، لكن الله تعالى يراعي أحبابه ويذكر أصفياءه وأولياءه أن الله صاحب فضل عليك، فكم من نعمة ضاقت عليك حتى إذا استحكمت فرجت وكنت تظنها لا تفرج. الله يذكرنا بحالة الصحابة يوم الخندق، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، يعني كأن القلب لكثرة خوفه ومشقته وما دقاته وصل إلى الحناجر، وصف عجيب وحالة رهيبة مر بها الصحابة الكرام. والعدو يأتيهم من الفوق، من فوقهم ومن تحتهم، يأتيهم من كل الجهات، يطوقهم، يريد أن يستأصل شأفتهم ويمحو آثارهم وينتقم منهم. تتحالف العرب في آلاف من الجنود يريدون أن يئدوا دعوة النبي ويقتلوا جميع المسلمين، وإذا باليهود ينقلبوا على المسلمين ويتحالفوا، وإذا الأمر أصبح الهلاك موقا به. هنالك الله تعالى يقول ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. من أعظم الأوصاف والمحن التي مرت على النبي عليه الصلاة والسلام هي في هذه الغزوة وعلى صحابته. الله تعالى يقول في هذه الحالة كان الابتلاء والاختبار العظيم لمن يقول آمنا بالله، اختبار عظيم. ذلك زل كثير من المنافقين وبانت عورتهم وانكشف أمرهم وتخاذلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وانكشف أمر اليهود وغدرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان حالهم بعد ذلك زلزلوا زلزالا شديدا. يعني كيف اليوم أنت في موضع ويزلزل هذا الأمر، كذلك كأن هنالك صاعقة ضربت الصحابة الكرام فزلزلوا، زلزل قلبهم وعقلهم وفكرهم. المنافقون ماذا قالوا حينها؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني إحنا الآن كلما سيوعد النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق في هذه الحالة يضرب الصخرة فيقول الله أكبر، فتحت فارس، فتحت الله أكبر، يضرب الثانية فتحت الروم، يضرب الثالثة
وكأني أرى قصور بصرة. هو يعني الصحابة في حال فتنوا وزلزلوا زلزالا شديدا. المنافقون واحدهم لا يأمن أن يذهب لقضاء حاجته، اختبار عظيم. وإذا المنافقون ينفكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الشدة والمحنة، فيقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، كل كذب، أي فتح فارس، أي فتح الروم، أي تمكين لهذا الدين، وإحنا بين عشية وضحاة سنمحى ونقتل جميعا وينتهي أمرنا، والنبي يعني واعدهم بفارس والروم. وإذا بالذين آمنوا وصبروا وهم قلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ودائما أحبتي الصبر ينزل على القلة. قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم هذا البلاء وهذه المحن إلا إيمانا بالله عز وجل، وزادهم تثبيتا، وزادهم لله تسليما للأمر، وقالوا الأمر لله عز وجل، نسلم إليه الأمر، واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. نكمل إن شاء الله ولكن بعد الفاصل. بعد أن من الله تعالى على المؤمنين في هذه الغزوة المباركة بالنصر والتمكين، واليوم نحن نمر بهذه الشدائد وهذه المحن، وأريد أن أقف عليها لأننا اليوم أشبه ما نكون بحالة الصحابة في غزوة الخندق. الأعداء يحيطون بنا من كل جانب، مدننا قد هدمت، أهلنا قد هجروا، شبابنا قد اعتقلوا، بلاؤنا قد أحيط بنا من كل مجال. آفاق الحل طبعا، الظالمون قد سلطوا، السراق قد حكموا، المستقبل قد يكون غامضا بالنسبة لكثير من الناس، لا يتسلط ولا يتحكم إلا المتجبرون والظالمون والسارقون. أهل الحق وأهل العدل وأهل كلمة الإنصاف ضعيف أمرهم، مبعد حالهم، مشتت شأنهم. في ظل هذا الأمر تجد الناس قد ابتلي المؤمنون، زلزلوا اليوم زلزالا شديدا، بلغت القلوب الحناجر، تظنون بالله الظنونة، تظنون بالله الظنونة. والله تعالى كما يقول في الحديث القدسي الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. المؤمن لابد أن يكون ظنه بالله جميلا، فإذا ظننت بالله الجميل كان الله معك في فضله. أما المنافق والكافر فيظن بالله أن الله تعالى تركنا وأن الأمر كذا، وأن فتظنون بالله الظنون المختلفة. منكم من يظن ظن الخير، وأنا عند حسن ظن عبدي بي. وحسن الظن من الإيمان، وانتظار النصر أيضا من الإيمان، وأجر وجهاد ومصابرة وعبادة، انتظار الفرج عبادة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فحسن الظن بالله عز وجل إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما بها الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرخت في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث، يمن به القريب المستجيب، وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. موصول بكل الكرب اليوم فرج قريب. كم من محنة مرت على من قبلنا فأنجاهم الله منها، وكم مرت فتنة وبلاء مر بك فأنجاك الله منه، هذه كسابقاتها، الفرج يأتي إن شاء الله تعالى. ولكن الله ذكر لنا هذه الآيات أن الناس في الأزمات فريقان، أن الناس في الأزمات فريقان، فريق يظن بالله السوء كما نجدهم اليوم الكثير، حتى أن منهم ذهب إلى الإلحاد والطعن في الله والطعن في شريعته، ومنهم من ثبت على الدين. نعم قد يكون الثابتون قليلين، لكن هؤلاء الثابتون هم صفة الله من الناس، القابضون على دينهم كالقابض على الجمر، الذي يقولون أمام هذه الفتن: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ولا تزيدهم هذه الحوادث وهذه المحن وتسلط الأعداء
الله ابتلانا بهم وابتلاهم بنا، ابتلانا بهم لينظرنا هل نثبت، هل نسلم الأمر إليه، هل ننقلب على أعقابنا كما انقلب كثير من الناس، هل نسارع في أعداء الله عز وجل ونطلب رضاهم على حساب ديننا. هذه فتنة أحبتي في الله، ما تمر بنا اليوم فتن كقطع الليل المظلم، فتن عظيمة، اختبار جليل، ربما يسقط في هذا المنخل العظيم كثير من الناس، ولكن لا يثبت فيه إلا النزر اليسير، هم زبدة الأمر وصفوة الخلق ومن أحب الله من العباد. الثابتون قلة ولكنهم هم المشتبون، هم المصطفون الأخيار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي طائفة ولو قليلة ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لا بد أن نكون من هؤلاء، ولا بد أن نعلم أن الظالمين إلى بوار، وكم من ظالم رأيناه وإن كانت ملأت جنوده السهل والجبل، ولكنه سرعان ما انقضى حاله وإلى القبر مآله وانتهى أمره ولم يبق إلا ذكريات. كم من ظالم استبد بظلمه ولكن حاله كانت إلى بوار، وما من ظلوم استحسن الظلم مركبا ولج عتوا في قبيح اكتسابه، فكله إلى صرف الزمان وعدله سيبدي له ما لم يكن في حسابه. نعم ستبدي الأيام لهؤلاء الظلمة، ولكن الله يختبرنا ويختبرهم. فهذه الآيات تريد أن تذكرنا أن الله تعالى يقول لنا: اذكروا نعمة الله عليكم. هذه النعمة أن اليوم أنا وإياكم متشبثون إلى الآن بهذا الدين. اليوم كثير من الناس منتسب للإسلام اسما ولكنه منفصل عنه عملا وتطبيقا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتذكر بنعم الله عليه، وأن يذكر الله دوما فضله وكرمه وإحسانه به، ويكررها على لسانه لتكون له في هذه الدنيا تثبيتا. ولذلك التثبيت كثير ما كان يدعو الصالحون: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكان كما يقول الله: وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب المحسنين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. كان هذا شأنهم، أنهم يعني ما ضعفوا وما استكانوا لأعدائهم. وبالتالي لابد أن يكون أحدنا اليوم كما وصف الله تعالى أن كثير من الناس كهذه الحالة، يكون شأنهم في هذا الأمر أنهم لا يضعفوا ولم يستكينوا، وكذلك كان قولهم: اللهم ثبت أقدامنا. لأن تثبيت الأقدام أحبتي في الله كما قال الله تعالى: فتزل قدم بعد ثبوتها. كثير اليوم نرى أن أناس كان عليهم المعتمد وعليهم المعول زلت أقدامهم وطاشت سهامهم وذهب أمرهم إلى عدوهم، أصبحوا يعني يتملقون للأعداء لأجل منصب ولأجل مال ولأجل نفوذ معين، وخسروا الدنيا والآخرة. التثبيت مهم جدا، أن يثبت قلبك الله على الحق يوم تزيغ القلوب وكل يوم للقلب زيغ، ويثبت قدمك على المنهج الحق يوم تزيغ الأقدام وكل يوم من هنالك نرى أقداما تزل وتنحرف. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ثبت قلوبهم وعقولهم وأقدامهم على الحق ومنهج الحق وطريق الحق وصراطه المستقيم، وأن لا نقف إلا عند الفردوس الأعلى إن شاء الله من غير عذاب يسبق. ننتقل إلى النداء الثاني بعون الله وقوته. نعود إليكم أحبتي الكرام في هذا النداء الإلهي الكبير العظيم الجليل الذي يدعون الله تعالى أن نذكره ذكرا كثيرا. المرء يحشر مع من أحب، وعلامة الحب من أحب شيئا أكثر من ذكره. اليوم إذا تجد الشخص يحب كرة القدم ويحب فريق معين يكثر من ذكره، قال اليوم فلان فاز واليوم فلان لعب كذا واليوم الفريق بدل كذا، فترى غالب وقته يتكلم بالفريق. والشخص إذا أحب فتاة قام اليوم فعلت كذا وقالت كذا، فعلامة حبه كثرة ذكره له. وإذا أحب ولدا له
من أبنائه إذا تراه يكثر ذكره ويأتي له وغالب وقته يعيش في ذكرياته، وإذا أحب أمه وأباه وهكذا، وكذلك إذا أحب عمله كأن يكون أي عمل يعمله ترى كل مجلس يذكر هذا الشيء، منتجات الشركة الفلانية في هذا الشيء وصناعاتهم وما لهم فيه وما عليهم وآخر الإصدارات وآخر المنتجات، وبالتالي يعيش في هذه الأجواء، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. والله يريد أن يقول لنا بعد أن أوجب علينا أن يكون إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم، وذكر الله تعالى لنا هذه الأمر المتعلق بالنفس والأهل، ثم يتعلق بالأمر التجارة تخشون كسادها، يتعلق بالمساكن التي ترضونها، يتعلق بهذه الحياة جميعا، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، تحذير من الله تعالى. فالله أوجب علينا أن نحبه. قال عمر: يا رسول الله، إني والله والذي نفسي بيده إني لأحبك أكثر من أهلي ومالي وولدي والناس يجمعين. قال: لا يا عمر، حتى يجب أن تحبني حتى أكثر من نفسك. فقال: الآن حتى أكثر من نفسي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي الله تعالى، وبالتالي شرع الله، يعني محبتنا للنبي هي من محبة الله، حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. هنا علامة حبك لله، أعظم أسباب المحبة وعلامات المحبة هو كثرة ذكرك لله تعالى. تدخل بسم الله، تخرج بسم الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، تكثر من ذكر الله. إذا ذهبت دخلت المسجد ذكرت الله، خرجت منه ذكرت الله، آويت إلى فراشك ذكرت الله، ما يعرف بالأذكار، أذكار الصباح والمساء، رأيت ما تحب ذكرت الله، رأيت ما تكره ذكرت الله، وإذا بك تعيش في أجواء مع الله تذكر الله ذكرا كثيرا، دبر كل صلاة. ذكرك الله لا يعني أن اللسان فقط يتحرك، لا بد أن يكون للقلب فهم لهذه الأذكار، لا يمكن أن نقف عليها، فتفاصيلها كثيرة، ويعني فضل الذكر ذكر عظيم. لو لم نقف إلا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير أعمالكم، أفضل أعمالكم، وأسكاها، يعني أصفاها وأنقاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله، ما هذا الفضل، أفضل الأعمال وخيرها عند الله وأسكاها وخير من الإنفاق وخير من الجهاد. قالوا: نعم. قال: ذكر الله أفضل الحاجين أكثرهم لله ذكرا، أكثر المجاهدين أكثرهم لله ذكرا، أفضل المصلين أكثرهم لله ذكرا، وبالتالي اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحوا التسبيح والتنزيه دوما، لابد أن تنزه الله تعالى عن كل نقص. اليوم حين تخضع لشخص من الناس هذا فيه نقص لله، هذا يعني في قلبك، لابد أن تنزه الله تعالى عن كل ما يطعن فيه، وعن كل أدب يسيء مع الله تعالى، وعن كل فعل لا يليق بحضرة الله تعالى، فتسبح الله تعالى بكرة واصيلة بالقول سبحان الله، بالعمل أن تنزه الله في قولك وفعلك عما يكره ويبغض. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ولكنها إيش؟ قال: ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه الكلمتان الخفيفة على اللسان تأتيك يوم القيامة تثقل في ميزانك فوق ما تتصور، هي خفيفة على اللسان ولكنها ثقيلة في الميزان، والأدهى والأعظم أنها حبيبة إلى الله. حين تتكلم بهذه الكلمات لتذكر الله عز وجل تفوز فيه فوزا عظيما. وإلى لقاء آخر متجدد، نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم بعين عنايته ورعايته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.